السلام عليكم أعزائي متابعين قناة ربحك عندنا. لو أول مرة تشوفونا يا ريت تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. النهاردة يا شباب معانا إثبات سحب التاني ليا من الموقع. أنا عملت إثبات سحب بواحد روبل وتم السحب بنجاح امبارح بعد ما عملت الفيديو. النهاردة هعمل إثبات سحب بحوالي 30 روبل من موقع تعدين الروبل اللي احنا شرحناه امبارح. طبعا الموقع هنا بيدي مكافأة وبيدي جوائز. الموقع لسه شايف في يومه التاني زي ما انتم شايفين الاعضاء. دي احصائية الموقع يا شباب، ده شكل الموقع من الاخر، ودي اخر سحوبات واخر ادعاءات في الموقع. طريقة التسجيل على الموقع هي طريقة الدخول، بتيجي من هنا يا شباب بتحط رقم محفظة البئير وبتعمل تسجيل دخول. زي ما انتم شايفين يا شباب ليا 30 روبل في الموقع، وهنا في واحد روبل كنت ساحبه. لو ترجمنا كده باللغة العربية اهو يا شباب دفع لي 1 روبل. طبعا في من هنا مكافأة بتاخد تحصل عليها كل يوم، انا حصلت على المكافأة دي امبارح وانا كنت شارح الموقع قبل كده. وفي هنا اعلانات يومية بتشوفها، بيديك مجموعة اعلانات كويسة يعني. ومن هنا رابط الإحالة بتاعك. هنيجي من هنا نجمع شباب أرباحنا، هتتضاف فوق. هرجع الموقع اللغة بتاعته عشان نجمع معانا صح، ونعمل ريفريش. هنبص هنا كده يا شباب، من هنا يا شباب السحب، هندوس كده على السحب. هيقول لي دخل المبلغ، هدخل 30 روبل اهو يا شباب، واخش على البئير. اخر حاجة كنا سحبنا كانت 2 دولار و10 سنت من الموقع، وهنعمل طلب سحب. اهو يا شباب السحب تم بنجاح اهو زي ما انتم شايفين، اهو تم الدفع. هنخش على الموقع تاني، هنلاقي الرصيد اتشال، مفيش غير 33 سنت، محطتهمش انا، حطيت 30 ربع على طول. هنلاقي الرصيد نزل هنا، ده السحب التاني يا شباب. هنخش على البئير ونعمل ريفريش اهو يا شباب، وصل 30 ربع من غير عمولة بئير ولا حاجة. وبكده يا شباب الموقع صادق، وبكده اكون انتهيت من الشرح. ولو عجبك الفيديو ريت تدعمونا بلايك، وجديد معانا يشترك في القناة ان شاء الله. يا شباب لما نوصل 3000 مشترك خلاص قربنا على وشك. هنعمل مسابقة كبيرة، يا ريت تتابعونا وتفعلوا زر الجرس عشان ممكن تكون ان شاء الله اي حد هيعمل شروط المسابقة ممكن يبقى من الفايزين. وبكده اكون انتهيت من الشرح، والسلام عليكم ورحمة الله، في فيديو اخر ان شاء الله.